المعارك الأخيرة التي جرت في بنغازي وصبراتة ونجاح القوات التابعة للواء خليفة حفتر في استعادة مواقع في بنغازي من أيدي مسلحين تابعين لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية تعتبر الأعنف منذ انهيار نظام العقيد معمر القذافي. وتتزامن التطورات الميدانية مع تعثر الجهود الرامية لتشكيل حكومة وفاق وطني اتفقت عليها الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة في شهر كانون أول ديسمبر الماضي، ويعتقد أن الجمود أوجد حالة من الفراغ الأمني استغلتها التنظيمات المسلحة المرتبطة بما يعرف بالدولة الإسلامية لبسط سيطرتها على مناطق ليبية أهمها سرت مسقط رأس القذافي، ملحقة خسائر باهظة بالأرواح والممتلكات. الخسائر البشرية كبيرة جدا خاصة في بنغازي، فهناك 280 ألف شخص شردوا، وهناك حرب أهلية لم تحشر فقط تنظيم داعش في الزاوية بل ومعها تنظيم أنصار الشريعة، وهو ليس تنظيما ديمقراطيا، بالإضافة إلى ميليشيات ومسلحين قبليين من غير الإسلاميين أو المرتبطين معهم، لكنهم يقاتلون جنبا إلى جنب على جبهة واحدة، ولا يوجد لديهم الكثير من المواقف المشتركة. أعتقد أنه هنا بدأت المشكلة، لأن قتال داعش في ليبيا تزامن مع قتال جماعات أخرى لها أجندات متعددة. الجمود السياسي في ليبيا يقابله تصعيد في العمليات العسكرية الغربية، ورغم حرص الدول الغربية الرئيسية على عدم التورط في تدخل بري في ليبيا، إلا أن هناك تقارير فرنسية عن وصول قوات خاصة إلى بنغازي لدعم قوات اللواء حفتر، بالإضافة إلى تجديد الضربات الجوية على مواقع تنظيم الدولة. هناك إرادة دولية للقتال، لكن لا يوجد غطاء أو تفويض سياسي، لذلك فإننا سنرى المزيد من الضربات الجوية التي ستكون متواصلة وإن كانت بشكل بطيء، أو ما يعرف بحرب الاستنزاف، الأمر الذي قد يتطلب أعواما. لا يوجد هناك رغبة في إرسال قوات برية، لكن هناك رغبة في التدريب وإرسال معدات للقوات التي تقاتل على الأرض، وقد يكون هناك حاجة لقوة محلية تحصل على تدريب من الخارج. وفيما يواصل الفرقاء الليبيون مشاوراتهم للاتفاق على تشكيل حكومة الوفاق التي يؤمل لها أن تضع حدا لحالة الفوضى والانقسام في ليبيا المتواصلة منذ سقوط القذافي، يظل الوضع معقدا على الأرض في ظل ظروف داخلية وتمدد ما يعرف بتنظيم الدولة الذي لا يقتصر على الداخل الليبي بل يلقي بظلاله على الوضع الإقليمي والدولي، خاصة بعد هجمات باريس الأخيرة واستمرار موجات النزوح للاجئين باتجاه دول أوروبا الغربية. عصام كرماوي، بي بي سي.